طيلة 24 سنة يستيقظ آمين في هذا المكان وكله يأس على حالها، لكن اليوم ليس كسائر الأيام، فهو يوم أمل في شفائها بتنقله للعلاج في أحد المستشفيات الألمانية بعد هبة تضامنية كبيرة للجالية الجزائرية في الخارج. رحلة من جديد، ما شفتوا تأخر ذكاء الطيارة، الله غالب ما جيناش في الطيارة، كان كل وارتاح ضيق ومي ذوكيتيك الحمد لله، وسخر بي طيارة خاصة وبنروحوا للمطار، كان ثاني كوبتر اللي تديني المطار من المطار هو اللي بمدين، وبديت كنروح طيارة خاصة لألمان إن شاء الله، والله يحفظهم إن شاء الله جميع هذا اللي عاوني بذرة تاع خير، ويا لو كان بالدعاء ربي يحفظه إن شاء الله. رسالتي أنايا الأخيرة هذيا وجهها اللي ضامنوا معايا هذوما، وش حنقول لهم؟ نقول لهم المجتمع الجزائري هذا يا كومبلي، وكما نقولوا بالعالم كومبلي، عاوني الحمد لله يا ربي. خلال هذا اليوم نحضر يعني على إجلاء المواطن سيد بوهالي إلى الخارج للتداوي. في هذه المناسبة أشكر كل المواطنين الجزائريين الذين يعني تضامنوا مع هذا المريض. ما يفعله أبناء الجزائر في المهجر ليس غريبا، لكن المميز فيها هي تلك الدماء التي تسري في كل ما هو جزائري مهما غيابته الظروف والأماكن عن الوطن، لتبقى الجزائر عزيزة شامخة بسواعد أبنائها من كل بقاع العالم.